معي على الهاتف الاستاذ سيد عبد العال رئيس حزب التجمع. اهلا بك يا استاذ سيد. اهلا يا استاذ نشأت، اهلا بك يا فندم. يعني دون مقدمات، يعني لك كل تقدير وحب، كما تعلم بالامس كنت حاضر في مؤتمر الشباب في نسخته الثامنه، وتحدثنا اكثر من مره اثناء الجلسات مخرجات هذا المؤتمر، خاصه فيما يخص قضيه الوعي وكيف يتم اصطياد المواطن من خلال اكاذيب عبر السوشيال ميديا. تعليقك على مخرجات المؤتمر استاذ سيد. هو القضيه دي قضيه الوعي، سواء الوعي العام الثقافي والمعرفي او الوعي الخاص زي الوعي بقضايا المجتمع والاقتصاد والديني، دي قضايا دائمه على مؤتمرات الشباب، ويهتم الرئيس دايما ان هو يتكلم في الثلاث جوانب دول. لكن امبارح كان بمناسبه ان السوشيال ميديا خدت الناس في خلال الاسبوعين السابقين للمؤتمر في موضوع، او خدت جزء من الناس، الحقيقه مش الناس، خدت جزء من الناس، يخلي ان القضيه تتفتح كمان من باب تاني، اللي هو هل كل ما يبقى على السوشيال ميديا حقيقي وصحيح؟ الحقيقه الفيديوهات اللي اتقدمت ثم التعقيب اللي قاله الرئيس والمداخلات اللي عملها المتحدثين الرئيسيين، يعني بتحاول انها تقول للمستمعين والمشاهدين والمتابعين ان اللي بيقولوه ولادكم في البيت من ان الحاجات دي ممكن تبقى مضروبه، ده حقيقي اهي، نماذج اهي. يعني لو كل واحد فينا سأل ابنه او بنته في البيت الحاجات دي صح ولا ممكن تبقى مضروبه، هيقول لك احتمال تبقى مضروبه بس اللي يكشفها الفنيين. ففي نموذج فني اتقدم اهو. صحيح. الحاجه الثانيه ان قضيه الوعي هتفضل على طول، يعني هي مش عايزه مؤتمر ولا 2 ولا 1000، لكن هي الموضوع ان قضيه الوعي هي قضيه مستمره في المجتمع المصري، ولان الخصوم والاعداء باستمرار بيستهدفوا مصر لأسباب مختلفة وفي موضوعات متنوعة، فباستمرار هنبقى محتاجين نركز في قضية الوعي، والوعي هنا برامج تعليم، ثقافة، إعلام، مصارحة، إعلان بيانات ومعلومات نستبق بيها اللي بيحاول يشوه الصورة. عايزين بقى حزب التجمع يعمل لنا مؤتمر يتكلم فيه عن النقطة دي يا أستاذ سيد. والله انا لو حضرتك هتدير هذا المؤتمر هنعمله فورا. انا موافق فورا. خلاص تمام زي الفل. اشكرك جدا استاذ سيد عبد العال رئيس حزب التجمع على هذه المداخله.